بالنسبه للمنتخب المغربي صراحه كنا كنتمنوا ان المنتخب المغربي يمشي بعيد. انا كنشوف في هذا كاس افريقيا ان غتكون مفاجات كبيره، غتكون مفاجاه يعني يقدر شي منتخبات اللي حنا ما كنشوفوش فيها كاع الناس قدرت توصل للفينال او الادوار النهائيه ممكن توصل وممكن دي كاع منتخب. بالنسبه للمغرب انا كنشوف اقصى دور ممكن يوصل ليه هو المربع الذهبي. اوكي بالنسبه للفائز بكاس افريقيا انا يعني حاط منتخبات يعني نقدر نقول لك الكوت ديفوار، السنغال، نيجيريا، وال كاين منتخب اخر والكاميرون، فوالا يعني من بين هاد اربعه المنتخبات.